نائب وزير خارجية إيران كاظم سجاد بور يقول إن أوروبا أدركت متأخرة أن مصالحها ليست بالضرورة أن تلتقي مع مصالح الولايات المتحدة، وبالتالي بات يتوجب على بروكسل التوقف عن استرضاء واشنطن في جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك. ما هو مثير للاهتمام بالنسبة لأوروبا أنها تجاوزت مرحلة استرضاء أمريكا. قبل 6 أو 7 أشهر حاول الأوروبيون استرضاء ترامب وسافروا إليه، ولكن من دون جدوى. لقد أدرك الأوروبيون أن العلاقة بينهم وبين الولايات المتحدة قد تغيرت. تصريحات المسؤول الإيراني جاءت في سياق ندوة استضافها مركز تشاثم هاوس للدراسات في العاصمة البريطانية لندن، بغية التعرف على تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران اقتصادا وسياسة. من وجهة نظر بور، فإن الأوروبيين في الملف الإيراني بدأوا باتخاذ إجراءات خاصة تحافظ على مصالحهم مع طهران بغض النظر عن الموقف الأمريكي، ولكن هذه الإجراءات ليست كافية ولا تتحرك بالسرعة المطلوبة على حد تعبيره. لقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالعمل على إطلاق آلية خاصة للتعامل المالي مع إيران بعيدا عن المقاصة الأمريكية، ولكن أعتقد أن الفعالية والسرعة ينقصان هذه الآلية. لست ملما بالتفاصيل التقنية للموضوع، ولكن آمل أن تكون هذه الآلية مجدية. وتأتي الندوة بعد أيام من تطبيق الولايات المتحدة للمرحلة الثانية من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. تلك العقوبات التي تستهدف نحو 700 اسم بين أفراد ومؤسسات، من بينها بنوك كبرى ومصدرو نفط وشركات شحن.